حلقة جديدة من المجلة السياحية، وده هيكون إن شاء الله معادنا الأسبوعي الثابت معاكم كل جمعة بعد موجز الواحدة ظهرا إن شاء الله، وحتى قبل الثانية بدقائق. حلقتنا النهاردة مختلفة شوية، عندنا حوارين الحقيقة. هيكون معانا حوار مع محافظ جنوب سيناء عن مقاومات المحافظة وكل ما تتمتع به ومدينة شرم الشيخ ومشروع التجلي الأعظم وغيره من التفاصيل. كمان هيكون معانا حوار هنا في الاستوديو بنتكلم فيه عن المشاركة المصرية في بورصة لندن اللي انتهت بالفعل بالأمس، ودي كانت الدورة 43 لبورصة لندن، والحقيقة الجناح المصري كان مميز جدا ومختلف ومتطور. ازاي أهمية هذه المشاركة في مزيد من الترويج السياحي لمصر وأهمية السوق البريطاني، ده نحاول ان احنا نتعرض ليه سريعا ونناقشه مع ضيفنا اللي مشرفنا في الاستوديو ونرحب بيه دلوقتي، استاذ اسلام ابو الفتوح عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة. اهلا بحضرتك معانا استاذ اسلام. اهلا وسهلا بحضرتك. على طول نتكلم عن الجناح المصري اللي كان بيشارك في بورصة لندن السنة دي، ويمكن قبل ما نبتدي الكلام حضرتك ذكرت انه كان متميز الحقيقة أكتر من كل مرة. هو السنة دي الجناح كانت مساحته مميزة فعلا، 800 متر مساحة بتدي فرصة للعارضين من الفنادق وشركات السياحة وحتى محافظة جنوب سيناء، شركات طيران كانت مشاركة، وخصوصا شركات طيران زي اير كايرو ونسمة للطيران، دول شركات طيران منخفض، دي مهمة جدا للسياح دلوقتي علشان كله بيدور على انه يسافر بشكل منخفض بتكلفة منخفضة. فكان مميز بالإضافة ان الجناح السنة دي كان في شاشات تفاعلية، شاشات في الأرض، شاشات في الحيطان، دي كانت بتعرض الحاجات المتنوعة اللي موجودة عندنا في مصر، بالإضافة لقاعات اجتماعات، دي حاجة جديدة احنا ما كناش بنعملها لكن هي مهمة جدا في الاجتماعات وتخليص الاتفاقات اللي موجودة. حتى المكان بتاع العارضين بدل ما يتعمل مكاتب بشكل رسمي، لا كان معمول بشكل لاونج او زي استراحات بالضبط موجودة في الجناح، وده بيدي أريحية في التعامل مع اي ديل بيتعمل. فده السنة دي الجناح كان مميز. كمان الهدايا التذكارية للسياح دي كانت فكرة ظريفة جدا، ان كان في حد بيكتب اسامي الزوار للمعرض على ورق بردي باللغة الهيروغليفية، ده كانت حاجة مميزة جدا وخلت اقبال كبير لان اللغة الهيروغليفية والحاجات الفرعوني بتشد السياح من مختلف العالم مش من انجلترا بس، يعني عملت اقبال ان هي كانت تذكار ظريف جدا بصراحه. صحيح. طيب اهميه المعرض نفسه او بورصه لندن استاذ اسلام، يعني حضرتك كنت بتتكلم انه يعني يمكن اهم بورصه للسياحه على مستوى العالم. طبعا معرض لندن WTM ده معرض من اعرق واقدم المعارض، يعني دي النسخه 43 منه، فهو معرض قديم جدا وبيجي له ناس من كل حته في العالم، فهو الاكثر شهره. معرض بيحصل فيه نمو من سنة لسنة، يمكن سنة 23 حصل نمو حوالي حاجة 20% عن السنة اللي قبليها. السنة دي ويمكن السنة اللي قبليها كانت متأثرة شوية لسه بحظير السفر والكلام ده، لكن حتى السنة دي حصل نمو 7%، ودي نسبة كويسة جدا من 24 ل 23. فهو معرض كويس جدا، كمان بيظهر فيه أجنحة جديدة، يعني في الاكسبيرينس زون دي ده جناح جديد خالص أول مرة يظهر اتعرض في المعرض ده، بحيث الناس تقدر تشوف منه تجارب. التكنولوجي زون دي كانت مساحتها أكبر وحصل فيها نمو بحوالي 15% تقريبا من عدد العارضين فيها، والتكنولوجي بقى جزء لا يتجزأ من السياحة، هي السياحة بقت مرتبطة بالتكنولوجيا بحكم طريقة العادات السفر اللي الناس بتسافر بيها دلوقتي. نتكلم بقى عن السوق البريطاني، بما انه طبعا المعرض وبورصة لندن يعني بتستهدف في الأساس السوق البريطاني، ايه اللي بيميز السوق ده وبيفضل ايه في مصر السائح البريطاني، وازاي نقدر نوصل له بشكل افضل؟ السائح البريطاني هو بيفضل حاجة احنا عندنا موجودة بوفرة وهي الشمس. السائح البريطاني هي سياحته الأساسية، بيفضل السياحة الشاطئية. بريطانيا هي بلد يعني مش مشمسة تقريبا صيف وشتاء، وبيفتقد لحتة الشمس، ودي موجودة عندنا وموجودة بشواطئ كويسة جدا. فهو السائح البريطاني سائح في المقام الأول عنده السياحة الترفيهية ومن ثم الثقافية، فيحب الريزورتات، فبالنسبة له الأماكن زي الغردقة، شرم الشيخ، مرسى علم اللي هي بتبقى منتجعات كبيرة فيها كل الخدمات جوه، فيها حمامات سباحة، يقدر شواطئ رملية، حتى حاجات ترفيهية زي الأكوا بارك والكلام ده بالنسبة له منتج مميز جدا كله بيرغب فيه. احنا بنقدر نقدمه بكافة مستوياته، بنقدر نقدمه بالخمس نجوم والأربع نجوم والتلات نجوم، عندنا تنوع في المنتجعات، فبنقدر على أيا كان مستوى السائح بنقدر نستقبله. فده
يعني احنا بنقدر نوفر له المنتج ده بشكل كويس. حضرتك يمكن كنت بتتكلم انه طالما السائح البريطاني بيفضل في الاساس السياحه الشاطئيه، مكان زي الغردقه زي شرم الشيخ مؤخرا بقى فيهم افتتاح متاحف فيها قطع اثريه الحقيقه مهمه جدا ومميزه. ازاي نعمل برنامج سياحي متكامل يبقى فيه كمان السياحه الثقافيه، يبقى فيه يومين في الاقصر واسوان؟ هو ده اللي احنا بنهدف ليه في الفتره دي، ان من ضمن المزارات اللي بيعملها السائح في المنطقه دي ان احنا الدوله دلوقتي بقت بتعمل متاحف في المناطق الشاطئيه والمناطق الترفيهيه علشان تقدر تعمل توعيه بالسياحه الثقافيه وتقدر تعمل رحلات يوميه للسياح في المناطق دي. فزي متحف الغردقه او متحف الرمال اللي هو فيه تماثيل مجسمات بالرمال، ميزه ان الشاطئ عندنا امتد الجونه، الغردقه، سوما باي، سفاجه، مرسى علم، فاحنا بقينا قريبين جدا من الاقصر، المنطقه دي قريبه من الاقصر، فبيحصل ان دلوقتي الطريق من المنطقه دي للاقصر طريق كويس جدا، بنقدر ان احنا نعمل باكج فيها بتربط بين السياحه دي وبين ليلتين ثلاثه في الاقصر، ياخد كروز يروح اسوان يرجع من اسوان تاني على القاهره او على الغردقه ايا يعني كانت طيارته ترجع منين. فالبندل او السياحه الباكج المجمعه دي بتدي منتج جديد ومتنوع نقدر نزود بيه عدد السياح اللي يقدروا يجوا لنا المهتمين بحاجات جنب السياحه الشاطئيه. استاذ اسلام، الطيران ويمكن ده طبعا اكيد نقطه مهمه جدا لما نتكلم عن ترويج سياحي بنستهدف عدد اكبر من الزائرين، تحديدا لندن بنتكلم عن 77 رحله اسبوعيا، قد ايه العدد ده كافي وازاي الطيران كمان يقدر يخاطب الفئات المختلفه من الزائرين القادمين من هناك؟ 77 رحلة من انجلترا بشكل عام ده شكل كويس. الميزة فيه ان هو بيجي من مدن مختلفة فبيقدر يدي اوبشنز كتير او اختيارات كتير للسائح ان هو يجي مصر من مختلف المدن ومختلف المستويات، سواء الشركات اللي هي المنتظمة او الشركات المنخفضة التكلفة. نأمل ان احنا نزود دايما، طبعا احنا بنحتاج نزود بس بالتوازي لازم نزود برضو عدد الغرف الفندقية، فهو هي معادلة، لكن هو عدد كويس جدا وبيتيح للسائح ان هو يقدر يجي مصر بسهولة. يعني ده شيء كويس جدا ان هو بيجي من مختلف المدن كمان مش لندن بس. هنتكلم كمان عن الطيران منخفض التكاليف لكن بعد ما نروح لفصل قصير ونرجع تاني نستكمل الحوار. اهلا بحضراتكم مره تانية، لسه معانا ضيفنا في الاستوديو استاذ اسلام ابو فتوح عضو الجمعيه العموميه لغرفه شركات السياحه. استاذ اسلام، كنا بنتكلم عن السوق البريطاني بما ان طبعا لسه بورصه لندن تم اختتامها بالامس وكان في جناح مصري مشارك، وبنتكلم عن الطيران القادم من انجلترا بشكل عام، وحضرتك ذكرت انه 77 رحله اسبوعيا ده لحد كبير عدد كافي من مختلف المدن الانجليزيه، لكن كمان فكره الطيران منخفض التكاليف قد ايه هتساعد انه الحركه السياحيه تكون اكتر؟ هو الاتجاه العالمي كله رايح في الطيران منخفض التكاليف، لان دلوقتي في سياحه كبيره شبابيه، وفي ظل التحديات اللي العالم بيواجهها الاقتصاديه اللي العالم بيواجهها، فكله بيدور على ان هو يسافر باقل بادجت، فالطيران المنخفض بيساعد جدا، وابتدى يظهر شركات طيران كتير جدا منخفض سواء في مصر او عالميا، ابتدت ان هي يبقى عليها اقبال كبير بحيث ان السائح يقدر يعمل السفريه بتاعته باقل تكلفه، لان من اكبر التكاليف في الرحله بشكل عام هي تذكره الطيران. ولذلك في المعرض ده كان وجود شركه اير كايرو وشركه نسمة للطيران، ده كشركات للطيران المنخفض ده كان ليه اهميه كبيره جدا جدا وجود شركات زي دي، لان مش بس الخطوط المنتظمه كمان هي بتقدر تتعاقد على رحلات تشارتر مع الشركات السياحه اللي هناك، بحيث ان هي يبقى عندها مجموعات تقدر تتفق على مجموعه رحلات طول الموسم وتاخد فيها سعر مميز. فالطيران هو من اهم المحاور في الرحله السياحيه. طيب الحقيقه واحنا بنتكلم يمكن قبل ما نبتدي حوارنا، السائح البريطاني عنده ميزه مهمه جدا في مصر هي الشمس زي ما حضرتك ذكرت، لكن التجربه السياحيه بشكل عام يمكن بينقصها بعض الاشياء ممكن يجدها في اسواق سياحيه منافسه وقريبه من مصر. ازاي نقدر نستفيد من تجارب الاسواق السياحيه دي وتكون التجربه اللي بتتقدم للسائح البريطاني متكامله وجاذبه ليه رقم واحد هنا في المنطقه؟
والله هو السائح البريطاني بطبيعته هو بيفضل الريزورتات او المنتجعات علشان يبقى كل خدماته بتتقدم من جوه بشكل فندقي، الموضوع بالنسبه له سهل. احنا بينقصنا فكره ما خارج المنتجع، فكره ان احنا يبقى عندنا ثقافه وتوعيه وخدمات بالشكل اللي يليق بالسائح، لان السائح ساعات احيانا بيبقى عايز يحتك بالبلد. في بعض السياح وخاصه مش العائلات، السياح اللي هم جايين شباب هو عايز يحتك، عايز ينزل يمشي في الشارع، عايز يشوف شكل اهل البلد عاملين ازاي. فالتوعيه ليها دور كبير جدا بازاي كيفيه التعامل مع السائح دي. في بلاد كتير عندها الثقافه دي، احنا لازم نتعلم منهم ونسبقهم كمان في الحاجات دي. فما خارج المنتجع ده مهم جدا. فكره النقل والمواصلات والطرق والبنيه التحتيه هي الحقيقه حصل فيها طفره في طبعا. الفتره الاخيره قد ايه ده كمان بيساعد في انه التجربه السياحيه تكون بشكل افضل؟ ده مميز جدا، حصل فعلا تطور كبير في الطرق، وده بيساعد السياح، وخصوصا الترند اللي طالع ان السياح دلوقتي بيبقوا عايزين يسافروا ياجروا عربيه. فيأجر عربيه يعني ان هو بيحتك بالطرق، بيحتك بالاشارات المروريه، بيحتك بالعادات بتاعه السائقين اللي حواليه. فإحنا كدوله قمنا بدور كويس جدا في الاتجاه ده، بس يظل بقى دور التوعيه بالسائقين والامان اللي على الطرق ده موضوع مهم برضو. فكره ان ازاي الدوله تهتم ب في وسائل نقل عام حصل اهتمام بيها وبتتقلب ان هي تبقى صديقه للبيئه، وعلى فكره صديقه للبيئه دي نقطه مهمه جدا يعني. جدا جدا بالنسبه للسياح الاوروبيين والبريطانيين. فكره ان الفندق ازاي هو صديق للبيئه، ازاي هو بيعمل ريسايكلينج للحاجات بتاعته، وفي يمكن علامه دلوقتي اللي هي العلامه الخضراء دي الفنادق بتاخدها، ودي في كتير سياح بيسالوا، دي من الترندز المهمه جدا ان قد ايه البلد اللي انا رايحها دي او الفندق اللي انا رايحه هو صديق للبيئه. احيانا في سياح حتى في شركات الطيران بيشوف نسبه الانبعاثات الكربونيه اللي طالعه من شركه الطيران قد ايه علشان اسافر عليها هي او لا. وحتى الكوربريتس عشان في ريجوليشنز على الشركات بقت بتسال في الموضوع ده ومهتمه بيه. فرجوعا لموضوعنا، احنا اهتمينا بالمواصلات، اهتمينا بالانتقالات، لكن في بقى الشركات الخاصه اللي هي اللي الناس تقدر تأجرها من ابلكيشنز او كده، لازم تبقى برضو خاضعة لرقابة حكومية، ومش بس رقابة، ان الحكومة تساعد في تطويرها وتطوير السائقين، تطوير المعدات او المركبات او العربيات اللي هي بتستخدمها، بحيث ان السائح لما يستخدمها من الابلكيشن بتاعه بشكل شخصي يلاقي ان العربية والسواق اللي بيجيله بشكل لائق على اللي هو متعود فيه في مكان تانية، ويا ريت نبقى احسن من الاماكن التانية كمان. بنستكمل كلامنا لكن بنروح فاصل قصير وبنرجع بعده ونستكمل حوارنا في الاستوديو القومي. اهلا بحضراتكم مره تانية، وبنستكمل حلقتنا النهارده من المجله السياحيه، ومعانا دلوقتي استاذ رامي فايز عضو غرفه المنشات الفندقيه بالبحر الاحمر. استاذ رامي اهلا بحضرتك معانا، وبنتكلم الحقيقه موضوع حلقتنا النهارده عن مشاركه مصر في بورصه لندن السياحيه اللي انتهت بالفعل، البورصه فعالياتها انتهت بالامس، وعارفين طبعا حضرتك موجود هناك واكيد شاركت في هذه الفعاليات السنه دي الجديد في الجناح المصري، و حجم الإقبال وإزاي المشاركة المصرية بتمثل ترويج للسياحة بشكل عام. أهلا بسيادة الفندق وأهلا بسيادة المشاهدين. طبعا مشاركة مصر في معرض دولي كبير زي معرض الورلد ترافل ماركت في لندن، عايز أقول لحضرتك بس إن إحنا السنة دي الجناح المصري هو أكبر جناح لدولة مشاركة في معرض لندن. إحنا حوالي 800 متر مربع، في حوالي 78 ما بين فندق ما بين شركه سياحه كيان سياحي مرخص من وزاره السياحه المصريه متواجد حاليا في لندن. طبعا على راس البعثه كلها السيد الوزير ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحيه، رئيس غرفه الفنادق، رئيس غرفه شركات السياحه، كل قطاع السياحه الحمد لله متواجد ومتواجد بقوه جدا جدا في المعرض. طبعا السوق السياحي الانجليزي بيعتبر من الاسواق الواعده لينا
السياحه المصريه. احنا كنا في المركز السابع من حجم التدفق السياحي الانجليزي في مصر لغايه مثلا 2021. احنا في 2024 من ضمن 15 مليون سائح اللي ان شاء الله يعني هنحققهم السنه دي، السياحه الانجليزيه تبقى حوالي المركز الخامس في عدد السياح، حوالي 77 رحله طيران بتيجي اسبوعيا لها من مختلف المطارات الانجليزيه للشواطئ والمناطق السياحيه المصريه. كنا يمكن بنتكلم مع ضيفنا في الاستوديو استاذ اسلام ابو فتوح عن ازاي يكون عندنا برنامج سياحي متكامل، مش بس بيركز على السياحه الشاطئيه او الترفيهيه، كمان بيبقى فيه دمج مع السياحه الثقافيه، ودي طبعا يعني نقطه واتجاه مصر مميزه فيه جدا. يعني وجهه نظر حضرتك في الكلام ده ايه؟ برنامج سياحي متكامل يجذب السائح البريطاني بيتمتع بمقومات مختلفه مش بس السياحه الشاطئيه او الترفيهيه. بضم صوتي لصوتك طبعا، هو ده فعلا اللي حصل السنه دي في المعرض. السيد الوزير يعني اتقابل مع اتحاد زي اتحاد السياحه عندنا هنا بس ولكن في انجلترا اللي هو الاي بي تي سي، دول بيمثلوا حوالي 1100 تور اوبريتور انجليزي. طبعا معظم السياحه الانجليزيه كانت بتتصدر المشهد السياحه الثقافيه اكثر في مصر، ولكن احنا دلوقتي احنا بنحاول نعمل يعني مزيج ما بين السياحه الشاطئيه والترفيهيه والسياحه الكلاسيكيه الاثريه والثقافيه في الاقصر واسوان. طبعا ده يعني هياخد زخم كبير جدا جدا خلال 30 مليون طبعا اكتر، مع بدء تشغيل ان شاء الله القطار السريع اللي هيربط ما بين البحر الاحمر والصعيد المصري في الاقصر، بحيث ان هيبقى فيه طبعا برنامج متكامل بضم الصوت طبعا لصوت ضيفك الكريم. ما هيبقى فيه طبعا برنامج ما بين السياحه الشاطئيه والترفيهيه والسياحه الثقافيه، وبكده على الاقل احنا هنزود عدد الليالي السياحيه سواء في الاقصر او حتى هنزود عدد الليالي السياحيه في البحر الاحمر، فهتبقى وين وين سيتويشن، يعني مصر كده كده هتبقى ربحانه من ناحيتين. استاذ رامي فايز عضو مجلس اداره غرفه المنشات الفندقيه بالبحر الاحمر، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، دايما تشرفنا في المجله السياحيه. بنرجع مره ثانيه لحضرتك استاذ اسلام، ويعني بنستكمل كلامنا عن بورصه لندن بشكل عام. الحقيقه يمكن قبل ما نبتدي حوارنا حضرتك ذكرت انها من اهم البورصات وان ليها افرع حتى معارض اخرى في جنوب افريقيا وايضا الاي تي ام في دبي. هو نتيجه ان المعارض هي سوق مهم جدا وسياحه المعارض سوق مهم جدا، فالشركه المنظمه لل W2M اللي هو المعرض بتاع بورصه لندن هي ما اكتفتش ان هي بس تعمل من سنه للسنه W2M، لا هي كمان المعرض اللي هو في دبي الاي تي ام الاريبيان ترافل ماركت والمعرض اللي في جنوب افريقيا عملت معرضين، بحيث ان هي بدل ما هي تبقى بتعمل معرض واحد في السنه، لا الشركه كبرت نشاطها ان هي بتعمل معرض تاني في دبي ومعرض في جنوب افريقيا، وهو من المعارض المهمه جدا الكبيره. بالاضافه لمعارض شركات تانيه بتعملها زي الفي تور في اسبانيا، الاي تي بي في المانيا. ففكره المعارض في حد ذاتها هي فكره مهمة جدا جدا، لأن هي بتقدر تجمع كل أطراف المعادلة في مكان واحد، سواء شركات طيران، دول منظمة، شركات سياحة، فنادق، تكنولوجي بارتنر اللي هم شركاء للتكنولوجيا اللي هي بقت جزء لا يتجزأ من السياحة دلوقتي، ابتدى يخش في التكنولوجيا كمان الـ AI والذكاء الاصطناعي، ويمكن دي من الحاجات اللي مصر وزير السياحة كان مهتم بيها جدا وعمل لقاءات عديدة مع شركات الذكاء الاصطناعي، ازاي ندخل الذكاء الاصطناعي في السياحه عندنا وفي التجربه السياحيه، زي ما شفنا في المتحف المصري الجديد في العرض بتاع توت عنخ امون اللي معمول بشكل مجسم وفي شيء من الذكاء الاصطناعي، ده عامل اقبال جدا وعامل ترويج وشهره رهيبه جدا في بره. فالذكاء الاصطناعي لازم احنا كل حاجه في التكنولوجيا جديده وخصوصا حاجه زي الاي اي او الذكاء الاصطناعي بتتطور كل يوم، لازم ان هي تبقى جزء من التجربه عندنا. اكيد، وده اللي بالفعل بنحاول ان احنا نتجه ليه. اهلا بحضراتكم مره ثانيه مشاهدينا، واخيرا وكلمه سريعه في حلقتنا النهارده من المجله السياحيه مع ضيفنا اللي مشرفنا في الاستوديو استاذ اسلام ابو الفتوح. استاذ اسلام، اخيرا لما نتكلم عن بورصه لندن للسياحه، حدث سياحي هام جدا وطبعا مصر بتشارك فيه كل عام، لكن اخيرا وسريعا فرص مصر في تنظيم بورصه سياحيه على غرار الاي تي ام على سبيل المثال او جنوب افريقيا زي ما احنا كنا بنتكلم. احنا عندنا فرص كويسه جدا في تنظيم مؤتمرات، خصوصا بقاعه المؤتمرات الجديده اللي اتعملت في محور المشير.
لكن هي القاعة وحدها محتاجة الموضوع تعاون من الدولة كلها، محتاجين توفير فنادق كافية لأن القاهرة من العواصم المزدحمة جدا في الفنادق، محتاجين أن يبقى عندنا مواصلات مميزة من وإلى القاعة، بالإضافة للنقطة المهمة جدا هي الاستمرارية. المرض مش من أول أو تاني أو تالت مرة هيبقى ليه الإقبال المتوقع، بس تواجده كل سنة وتعود الناس على أنه موجود كل عام في هذا الوقت من العام بيخلي مع الوقت ان هو خلاص يبقى موجود على الخريطه. فهو محتاج تعاون من الدوله واستمراريه. بنتمنى ده ان شاء الله يحصل، لانه اكيد مصر ليها مكانه كبيره، تستحق ان يكون عندها بورصه سياحيه تليق بهذه المكانه. استاذ اسلام ابو الفتوح، عضو الجمعيه العموميه لغرفه شركات السياحه، نشكر حضرتك. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا. مشاهدينا، يعني قبل ما نختم حلقتنا حابين ننوه ان احنا طبعا بنعتذر عن عدم اذاعه الجزء المسجل او الحوار مع اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء بسبب طبعا ضيق الوقت، لان احنا بننتقل على الهواء مباشره لفعاليات وجلسات المنتدى الحضري العالمي اللي بتستضيفه القاهره، لكن اكيد هيكون في ميعاد لاذاعه هذا الحوار، ويكون طبعا في تنويه عن ميعاد الاذاعه على شاشه النيل للاخبار. بشكركم شكرا جزيلا، والأسبوع القادم بعد موجز الواحدة ظهرا بنلتقي وحلقة جديدة من المجلة السياحية.